غشون انا راويهم ابو ريم مش غشون لا غش ما غش ابا يا هاي بعين شي تكوي غشاشين انت بتقولوا انت غشاشه خلاص اسكتوا سس بليز لا تكلمي من الباب سس ما خلينا نركز الامتحان بس ضيعتي كل معلوماتي قاعد عليك جايب كل الأغراض عشان الامتحان بس جهز أغراض رح مستعد للامتحان محل صح أوه نسيت الألوان شوفي جابت المكتبة كاملة تدرين أنا ما جبت القلم غزل عطتني إياه حبيبتي أنا مرتبة لو هذا القلم ضاع عندي 6 بدالهم غريبة درست كل شيء شوفي رح أجيب دالتي كاملة إن شاء الله بالتوفيق عطتكم ساعة كمان امتحان ولا ذكرت شيء الحين تتذكرين يلا جيبوا وقت امتحان يلا الله أطلع بنات الأب صاحبتني الوقت أنا مو حالة ولا شيء انت كلهم عزايا بنات عندكم حل النسيان الحل كثري ماي وكلي جوز بحاول يا رب الامتحان صعب جايب برشومة؟ لا 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 شبا طلع كل برشومة اللي عندك ما عندي ولا برشومة طلع الكا؟ لا ما فيها شيء أشوف أشوف طلع شو هذا؟ شو هذا؟ أوه ماي جاد كل هذا برشيم؟ شو هذا؟ شو هذا حتى؟ شبا بفضل مليون لو ليش دارسه مو احسن لك جايبه صفر بوتيش من المديره بعد لا بنا خلص الوقت سلمي الاوراق اوكي خذي سلمي يا سلمي ورقتك لا خليش ابغى باقي سؤال واحد بس يا بنتي خلص الوقت سلمي الورقه لو سمحتي ابغى بس 5 دقائق انتهى الوقت يا سلمي بس 5 دقائق جيب الورقه بس باقي سؤال واحد جيب خليش ابغى بس قلت لك جيبي سلمي الورقة السؤال واحد قطعت الورقة ما تسمعي الكلام غزل أنا بغشش شو بعدين بغشش ريم بعدين ريم تغشش السوسي أوكي أوكي فكرة حلوة اتفقنا 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 كلها حتجيب درجات كاملة صح شوف لازم ننفذ الخطة عشان ننجح كلنا خليها علي كفو بنات مستعدين للامتحان؟ ها اول شيء لازم نبدل اماكنكم شفا قومي لسي هناك الله تبدليني عشان يلا يخليش عشان تبى تغشوا من بعض صح؟ يلا حنتقي لسي هناك لا الله خليش يلا شفا اسمعي الكلام لا غزل ارجع ورا ريم تعال قدام بعد ما طالبتم صعب كيف حغششهم بس احترمت الخطة خايفة شفا ليش خايفة هدي ابدا خايفة متوترة خايفة صعب يخوف برسم كل الصف يحبني إلا أنا خاف أجيب راسب
خطأ. السؤال الأول خطأ وصح. يا ربي هذا كل ساعة تسأل. هذا السؤال الرابع مو حاطه من الكتاب بالضبط. عادي جيبه من راسي تحطي لي صح. الله ممكن تعطيه جواب ونفتك عشان الساعة تسأل زوجتنا. يا ربي الامتحان وايد صعب. طالبات بدل الاختبار عندكم وقت ساعة كاملة. حاضر. وين سهل بحل بدقيقة. صعب. هاي الدفر ليش متغششني؟ شو؟ ولا شيء ولا شيء. الله خلص. شطورة كل عادة تخصم 5 دقايق. الامتحان وايد سهل. غششيني. أنا ما غشش سوري. الله خليش. ما أقدر. الامتحان وايد طويل ما بيخلص خليني أنام. في أحد ينام في الامتحان؟ والله ما أعرف. ريم قومي. ريم قومي.